وثالث هدية في هذا الشهر الله يبارك، نباركوا لخوتنا حرحار حنان من ولاية بازا، وإذا ما بنتيش وما تواصلتيش معنا الهدية راح تروح والصالون إن شاء الله يكون عندك في أقل من 24 ساعة. هذا ولا هذا؟ أنا ندي هذا، قلبي مال لهذا. زين، والطبي ضربتهم بواحد شباب ما. روح أنا واجدين. أنا واجدين. آه روح. خويا بيلا الفاز وطابي لازم لازم الفاز وطابي عبد الرزاق خويا وعدهم الامانات اخونا راهي تشارجات هذا الطابي انا خيرته كيما كنتو شفتو ديتو الفاز هذا الفاز نديرو من قدام اونكا او يتكسر تاع الزجاج اي والله يحفظك في هذه الاثناء الله يبارك اشترى يطيح خير كبير الله يبارك ونزيد نقول لكم باللي نخدموا في الليل نتسرب لكم الهدايا تاعكم في الليل خوتنا ثقه راكم تعرفوا خويا واش مش نقول قال من 24 ساعة خوتنا الكادو راح يكون عند مولاه الله يبارك ما عودناكم والقادم أعظم بإذن الله زيدوا تبعونا الله يبارك في أقل من 24 ساعة بالرغم من يوم طويل وشاق هكذا كل حقنا الكادو لخونا من فوكا البحرية دي بلاصينا كامل ورحنا ليه والهدية تاعو في أيادي أمنة وحنا في طريق حكمتنا شتاتانيك ممسي المكان اللي يسكن فيه بلدية مجاورة بصح ما حبش تخلص طريق خوتي دوكا شوف كيف نديرو أنا حندور أنا نخدم الشواء شواء أنا دوكا نعم خويا معمر ليبرتي حكيم فرتيوي اي الله يربح خويا دائما شاوي الله يبارك اسمع ليا انا حندورها شوا حبست المير صاي شو الله يبارك شو النار شو شو انا حندورها شوا سيبون جي هكذا تشوف الله الله هي في الحق صاحب سبادون يتشوا وكذا هي في الحق صاحب الجائزه يا رضنا ليش عبد الرزاق يا خو هكذا جيت نقول له اسمع حنا على حبسنا هنا انا نشروا له انا نشروا له باش يجي شو نشوفوا واش عنده هاي نشوفوا واش عنده بون هو يقول لنا واش كاين هنا السلام عليكم واش راكم لاباس والله الحمد لله الله يبارك خير كبير كيما راكم تشوفوا حاب يقول لي رانا جايبين لك الكادو انا شرينا لك حاب يقول دوك نجروا هذا اللي ربح كل بلاصه خاوتنا وباش تمتاز عندنا بيان سور دو دمارين مشاوي ولا كرم خاوتنا اخو واش راك لاباس خونا خويا لاباس واش راكم خويا عيينا انا يطول لك خونا بالسيف حبيت نسقسيك ماكش فرحان انت بالك ما تبانش عليا هكذا صافي قلبك الداخل فرحان غير داخل يا خو ربي يبارك لك خويا ان شاء الله تشوف البنات كشاو يستناو فيكم الله يحفظك لحقنا عند خونا اللي فاز معنا مع الصالون استقبلنا احنا بالورد خويا مرحبا بكم يعطيكم الصحة ها قول لهم كلمة خويا بداية بالورد ها هم كانوا عند الكلمة تاعهم هاي وسيم طلعت وحدك؟ وحدي خويا ما كان حتى واحد معايا خويا بزاف وين راه نسى وين راه نسى مرحبا خوتنا وين رانا؟ وين رانا؟ من 2011 وي السلام عليكم بيان سور خاوتنا من وعد وفاء اخونا اليوم راه استفاد معنا من هذا الصالون خويا لحق كيما شفتو لحق لي كيما شفتو بالديطاي كاع من ال زد الحمد لله خاوتنا يعني واش كي شارك حاجه حقيقيه يعني لا حقيقيه الحمد لله يعني انا قلت لك المراه هي اللي كانت تتبع وتشارك بصح واش شفت دوكا واش كانت تحكي لي والله الحمد لله حقيقه 100% يعني الناس اليوم جايين تنصحهم باش يشاركوا يعني كيما نقول لك اسم على مسمى اثاث الثقه كلهم ثقه هكذا كلمه الخويا كلمه بون خاوتنا الحاجه الشابه انه في اقل من 24 ساعه اقل بزاف من 24 ساعه الله يبارك خونا جارنا من الفوكا الله يبارك استفاد هذا حتى كتشوفوا وجوه هكا تفرحوا الدنيا وما فيها واثا ثقه دائما نقول لكم داركم الكبيره وهذه ماشي الاولى ماشي الدارليه لا مستفادين معنا خاوتنا من الهدايا بزاف ها خونا الله يبارك واحد منهم وخونا بلال يسيدي يمد لكم كلمه بون خاوتنا السلام عليكم كما قال خونا وسيم الحاجه اللي فرحان بها انايا انه خونا استفاد من ساكن عدل حاب يقول استنى بزاف اكيد وخلنا للمنزل تاعو مخصوص صح صالون حنا نتمناو له ان شاء الله لتعميره الدار ان شاء الله سما حاب يقول الهديه هذه جات في بلاصتها وحنا هذا الشيء من فضل الله عز وجل رزق ربي سبحانه ربي رزقه به وجا في بلاصتو الله يبارك انسان كريم ودار لنا قاعده احسن ما يكون كل هذا الشعب الجزائري ما يخيبكش في هذه الامور كما على بالكم حنا بالقصر قلنا المثوم وكل حقنا تم لقينا احسن الاطباق بما في ذلك المثوم خونا نقول لك ربي يحفظك ويبارك لك في مالك ورزقك شكرا خاوتنا كما شفتوا هذه كانت لحظه تسليم الجائزه لخونا واش نقول لك بالبركه عليك خويا العزيز ان شاء الله لنجاحات اكثر بيان سور عجبك الحال نتايا والله الحمد لله غير ما شاء الله خرج اسورتي غير الصالو هذاك واش كان خاصه الحمد لله الحمد لله اثاث الثقه بارك الله فيكم يعطيكم الصحه جزاك الله خير شكرا